من ناس زيهم هذول الجبناء، بخافش منهم زي الفيران. يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبكوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون، يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما بنخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما بنخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية.